بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، مرحبا بكم، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا دائما الصحة والهنا والسعادة وفرحة البال إن شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الوجبة سريعة وخفيفة وسهلة، يمكن أي واحد يصوبها، لا الكبار ولا الصغار، حتى الدراري ولا البنات ولا الطلبه اللي كيكونوا كيقراو وما مساليينش وكيبغيو ياكلوا شي حاجه زوينه وتشبعهم، او اللي خدامين اللي كيدخلوا فيهم الجوع، خصهم شي حاجه سهله سهل دغيا دغيا يصوبوها. هاد الوجبه مزيانه يبدلوا بها مره مره، سهله ومغذيه وفي نفس الوقت سهله، وجبه كامله وصحيه. بسم الله على بركة الله. عندنا في هذه الوجبة أشياء بسيطة بزاف. عندنا بيضة واحدة، عندنا الخبز ديال الطوس. هذا الخبز هذا كنديرو في الثلاجة، هذا الخبز واخا يبقى لكم في الثلاجة ما كيخسرش، واخا يبقى لكم 4 أيام 5 أيام حتى الأسبوع كاع يبقى في الثلاجة ما يخسرش، واخا يكون شوية قاصح كنديرو غادي لتحت ما كنديروش في الفريغو، واخا يكون شوية يقصح شوية ملي كديرو صوبو بهذه الطريقة راه كيولي بحال طيب، يلاه طيب جديد، كيولي جديد بحال يلاه طيب. ويمكن ليك تعمرو دير فيه بحال البيتزا، يمكن تستخدمو بزاف ديال الحوايج. أكثرية دابا مع هذا الميكروب اللي ولا والناس خايفين، خصكم تاخدو بزاف ديال الخبز تحطوه في الثلاجة أو تصوبوه نتوما في ديوركم تعجنوه، باش الواحد ما يبقاش يخرج بزاف ويختلط من الناس في الاسواق وفي البلاصه اللي فيهم الزحام. الله يعافينا ويعافيكم ويعافي جميع المسلمين، واخا هكاك ما نخافوش، قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، حتى حاجه ما غتصيبنا الا ما كتبهاش علينا الله وما بغاش علينا الله. واخا الواحد خصو يدير الاحتياط وخصو يحذر، والوقاية أحسن من العلاج. الواحد يدير الوقاية ويحضي راسو، الحاضي واخا الحاضي هو الله، الله سبحانه وتعالى، ولكن أمرنا باش نديرو نحضرو ونعاونو بالدعاء. أحسن حاجة هي الدعاء، نكثرو من الأدعية ومن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم باش الله سبحانه وتعالى يدفع علينا البلا والبس. إذن على بركة الله غادي نبداو في هاد الوجبة ديالتنا، الوجبة سريعة وسهلة وخفيفة. بسم الله. عندنا واحد المقلة صغيرة هكايا، وكيف ما كانت المقلة ماشي مشكل، انا كنخدم في المقلة هذه الصغيرة كتجيني سهلة. كنهز الزيت العود. قلت لكم ما كملتش لكم الوصفة، سمحوا لي بقيت كنهضر. عندنا بيضة واحدة، عندنا هذا الخبز هذا ديال الطوست، عندنا شويه الزيت البلديه، هاد المواد كلهم صحيين، وعندنا الفرماج اللي كيكون هكا طرانش، كيكون طرانش هكا طروفه، كيكون في الباكيات، كيكون بزاف ديال الانواع ولا اي نوع ديال الجبن، هذا كيتسمى الجبن والفرماج كل واحد وكيفاش كيعطي، اي نوع ديال الجبن كيجي في هاد الوصفه. اذا هادو هما المكونات اللي عندنا، ساهلين وبساط. كنهزو ديال المقله ديالتنا، كنخوي فيها شويه ديال الزيت البلديه اللي هي الزيت العود اللي كنقولوا حنا بالدارجه المغربيه الزيت العود. بسم الله. نسيت ما قلتش لكم شويه ديال الملح، كنزيد وكنمش ندير واحد الرشيشه صغيره ديال الملح غير شويه، كنديروا الملح بوحدو، كنهرسوا البيضه ديال داك المقله، كنخلطو كنخدمو البيضة هكا، كنخلطوها مع ديك الملحة باش كتعطي واحد المذاق وواحد اللذة زوين. الملح ملي كيتخلط مع البيض كيكون يعطي واحد المذاق زوين، ما كيجيش باسل في اي وجبة. المهم هاد المقدار اللي درت دابا غادي للشخص واحد، غندير هذا البيضة وحدة، هادو المكونات اللي عطيتكم ديال الشخص واحد. كندورو البيضة ديالتنا بحال هكا حتى كتخلط لينا مزيان،
كنشعلو البوطة، كنقصوها شوية، كتكونش البوطة مجهدة، كنهزو كنمشيو كنهزو كنهزو هاد الخبز ديالنا. الطوس هاد الماركة زوينة ديال القمح، ماركة هذا صحي ديال القمح، كيكون أسمر شوية، ماشي ديال الفارينة، هو غزال صحي ما كيضرش في المعدة. صافي كنهزو، بلاتي نقرب لكم شوية، كنهزو كندورو في هداك الغيط ديالنا، كندورو بحال هكا، كنحاولو ندورو غير بيدينا، وكنقلبو باش كلشي الخبز ديالنا كيعمرنا كلشي من الجناب ومن كلشي، كيعمر لينا بداك البيض. نتوما كندورو بحال هكا باش كيعمر لينا كامل. الوصفة كتجي ساهلة بزاف، وكنبداو نقلبو، كنبداو نقلبو هكا، نفس الوقت كنجمعو داك هكا البيض اللي كيبقى في الجناب باش كيدخل لينا مع الخبز. نتوما نديرو نحاولو هكا نقلبو، نقلبو كندخلو نبقاو عليه شويه حتى كيطيب لينا، حيت خصو يطيب يتحمر شويه باش كيجي شاد راسو، كيجي شويه مقرمل. نتوما ديك البيض كله كيدخل مع الخبز كيجمعو. كنحاولو نقلبو هكا حتى من هنايا، كنفرقو وكنقلبو هكا باش كيطيب لينا حتى من الوسط، مكيبقاش لينا هكا البيض خضر من الوسط. كنطيبوه من ربعة الجهات، كيطيب لينا الخبز من ربعة ديال الجهات. نبقاو نقلبو بحال هكايا، نقلبو ونحاولو نقدو باش داك البيض كلو كيدخل مع الخبز ديالنا، كيلصق فيه وكيطيب معاه. كنحاول نقلب هادي حتى هي باش طيب من الجهة الأخرى. نتوما هاد الجهة باقا مطابش منها، كنحاول نجمع داك البيض مع الجناب، كنورك باش كياخد ليا الطياب. هانتوما داك البيض كله تجمع، كله شربوا الخبز ودخل معاه في الجناب. نقلبو هو بدا كيتحمر، نقص عليه البوطة، بدا كيتحمر. دابا غادي نحاولو نديرو عليه، غنحلو نديرو عليه هاد الفرماج الوسط هاكايا. كنحلو الوسط كنعملو تا كيطيب ليا مزيان، عاد كنديرو فيه الفرماج، كنديروش في اللول تا كيطيب لينا داك البيض مزيان، عاد كندخلو فيه هاكا الفرماج. كندخلو فيه هاكا الفرماج، هاكا كنبداو نقلبو، كنبداو نقلبو حتى كيطيب لينا مزيان، كيطيب حتى داك الفرماج كيسخن من الداخل وكيطلق. هي الوجبة ديالنا بارك عليها، طاب توا الفرماج داب، هانتوما الفرماج داب بارك عليها. صافي غادي نطفيو عليها،
نطفيو عليها النار ونصافي ونحطها في الطبسيل ديال التقديم. نحاولوا نحطها في الطبسيل ديال التقديم، ها هي ما كتلصق ما والو. كنهزو كنحطها هكا في الطبسيل، هذه هي الوجبه ديالنا، كتجي غزاله. نقدموها مع شويه ديال الخضره، مع شويه ديال الخس، شويه ديال المطيشه والزيتون والخيار، باش كتجي وجبه كامله كامله مكموله. ثم نقطعها شويه نوري لكم من الوسط كي كتجي من الوسط. ثم كتجي كتجي رائعه بزاف مع داك الفرماج. ثم مع داك الفرماج كيدوب وكيولي كيسيل منها. كتاكلها عرفتي كي هذه بوحدها كتاكلها كتشبع، وكتكون وجبه كامله وسهله وخفيفه. كنتمنى تجربوها، وتجربوها حتى الوليدات، حتى الوليدات صوبوها اليوم يديوها للمدرسه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، اللي باقا ما شاركتش في القناه ديالي كنتمنى تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش دائما تصلوا بالجديد ديالي. والى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.